خدت اقوالهم؟ ظروفهم ما تسمحش يا فندم. الاثنين مصابين بحاله رعب وذهول من ساعه ما شافوه. كمل اجراءاتك والصبح جبرنا على المكتب. مش عايز الصحافه تاخد خبر وخصوصا المعارضه. احنا مش ناقصين. حاضر يا فندم. وعنها يا باشا عينك ما تشوف الا النور. فجاه لقيناه واقف في وسط المكتب. لا دخل من باب ولا من شباك. جه منين؟ علمه عند الله. صح. يا سلام. بقى لا دخل من باب ولا من شباك. المهم وبعدين؟ هي فيها بعدين يا باشا؟ ده انا يا دوبك رفعت وشي ليه لقيت عينه بتطق شرار. لا وانت صادق اتسوقي كانت بتبخ نار. نار؟ بقول لكم ايه؟ خفوا عن دماغي شويه، انا مش ناقصكم انتوا كمان. انت قول ايه اللي حصل؟ معرفش يا بيه، انا اخر حاجه وعليها ايده. ايده هي مرفوعه في الهواء وهتنزل على نافوخي. عنها والدنيا ظلمت يا بيه. صح يا بيه، وما فوتش غير النهارده الصبح. وانت شرحوا يا بيه. مفيش حد فيكم يقدر يوصف لي شكله كده ولا ملامحه؟ انا كل اللي شفته منه يا بيه عينه زي عينين امنا الغلا بالظبط، واسعه وبتطق شرار. نار يا سوقي. هو بيه هو الوحش. طب وش عرفك بقى انه الوحش؟ من هيئته يا بيه وكلام الناس عنه. ورق ابونيه، تذاكر مصلحه، ورق يا ستي دفعتي
ايوه يا باشا. حرام عليك وحرام عليك، سيبوني في حالي. حرام عليك، حرام عليك، سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. يا بنت اهدي، اهدي دماغك. عايزين بس ايه؟ اهدي بقول لك عشان نتكلم. خلاص ترى ايه؟ شفت منه ايه؟ ما شفتش غير عينيه كده وارجوع جت عريضه ورزينه شويه كده. ورا يا استاذ، ورا يا اخ، لكن ايه لازم المحطه الجايه اخر اللي هناك. ورا انا شفته، هي ما شافتش حاجه، انت ما شفتيش حاجه، عودي بالعرض ما شفتيش حاجه، ما تجيش دعوه. لا عشان انا طويل بيه، ما تجيش انت ما شفتيش حاجه. عودي دفعت يا بيه؟ يا ست هاني، ما اللي هناك؟ زكي، زكي ما تقوم بقى. زكي يا راجل، انت ما بتشبعش. بذمتك في حد يشبع من اكل الحلو؟ طب يلا يا حلو، يلا قوم استحمى عشان تلحق تروح تشوف شغلك. وقد صرح مسؤول بالداخلية بأنه جاري العمل والتحريات اللازمة للقبض على المجرم المعروف باسم الوحش خلال 48 ساعة على الأكثر. غمض عينك ورقص، رقص بخفة خفة وداع. انت الجدع. أدري على العشاء تاني حكاية. عيني الو. اهلا يا فندم، بس سيادته عنده اجتماع مهم جدا يا فندم. معقوله يعني ايه يسيب عيل زي ده يطيح في البلد؟ قلت له 48 ساعه يبقى في ايديكم، و48 ساعه عدت وملوش اي اثر. الناس مالهاش سيره غيره، البلد كلها بتتكلم عنه وعن جرايمه. يوم اجي بتصبح واتمسى بمليون تليفون من اصغر لاكبر مستوى في الحكومه وفي البلد، الكل بيسال عملته ايه. عجبكم كده؟ في ايه يا فندم؟ مصيبة، الوحش سرق بنك وانتوا ولا انتوا هنا. هو ده مظبوط. انتوا متأكدين؟ هو بالخلق الناطق اللي سرق البنك. بس ايه تاني؟ ولا حاجة بيه، هو ده صح؟ ايوه هو بعينه. طيب اتفضلوا، لو سمحت اتبع الصورة دي على قد ما تقدر. حاضر. الصورة دي تتوزع على كل اقسام والجرايد والمخبرين المرشدين، لازم ينقبض عليه النهاردة. حاضر يا فندم. اتفضل. اسكت يا عدل. انت يا اخي اسكتين. اسكتين. لما عيش بك هكتب لك البيع على التذكره. ايه يا بابا؟ خمسه ساعات. ازيك يا عدل؟ ازيك يا عدل؟ معاك؟ اه معايا. اثنين انا. حاضر يا ستي. اكتب لك البيع على التذكره برضه، معيش بك. المهم في حالك. ايه؟ خمسه ساعات عليك بقى. تذكرتك يا اخي؟ بوليس. كرني لو سمحت. تذاكر. تذاكر. كان عليكي من ده ايه؟ كان يجري ايه في الدنيا لو اتجوزت واحد يهنيكي ويسددك وهو كان موجود قدامي؟ ده الدفر اللي بيطيره المقص من زكي بمليون راجل. تذاكر ورق؟ لا مش قصدك ذهب. عايزه تفهميني انك بتحبيه؟ احبه ده ايه يا بنت؟ انا احبه ايه؟ ده انا بموت فيه، بموت فيه.
تذاكر يا اخ. سيرفيس. تذاكر يا اخ. مش قال لك سيرفيس؟ سمعت. ايوه طيب. عبده. نعم. شيل ايراد العربيه معاك. ليه؟ في اتنين سيرفيس ركبوا العربيه. وساكت. عندك كده؟ شايف مشيني؟ طب ما انا تيجي توشوشني، طب كنت الحقني وانا الراجل الغلبان ده بدل ما انت واقف ساكت كده مش عارف تنطق حتى ولا كلمه. طلع علينا يا باشا، قال اللي عطاك يا عطينا، ده انا اكلي الحلو، صحيح، ادي الحلق للي بلا وداه. خلي عندك دم وتلم. ما اقدرش، مش قادر الم نفسي يا جميل. تحب اجيب لك اللي يلمك؟ ومين بقى اللي هيلمني؟ جوزك زكي؟ زكي جوزي بمليون زيك، ويمين الله ان مسكت اللي افرج عليك سلقي يا ابن المجنونه. ايه ده؟ جميل منك برضه يا عسل انت حلو، يا احمر يا جميل. حقك عليا يا استاذ عبد. انا انت ايه يا اخي؟ طنطك ايه؟ ما صعبش عليك الراجل الغلبان ده اللي اتسرق؟ يمين بالله قلبي كان متقطع عشان متقطع؟ انما اعمل ايه؟ انا لا حمل الناس ولا حمل رسالتهم. يا عبد انا بنزل من البيت بعد ساعات ودقائق لحد ما ارجع عشان اقفل عليا باب بيتي واكفي خيري شري، لا زعل حد ولا حد يزعل مني. انا مش عارف اعمل ايه عشان ارضي كل الناس. بقول لك ايه يا حضره الناظر، شوف لي واحد يشتغل معايا في العربيه غير الافندي. ما هو لو على قطع عيشي مش هشتغل مع الافندي. ايه يا بره؟ انا زكي اللي ساكن في البيت بتاع العمرانيه وانا بدفع الايجار. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اهلا. اتفضل يا اخت. تشرب ايه؟ كتر خيرك مفيش داعي، تحت امرك يا شيخ طبيعي. شوف يا زكي، من غير لف ولا دوران، شقتك انا عايزها، البيت كله فاضي وانا عايز احوله لمخزن. قلت ايه؟ ايوه بس انا والجماعه هنروح فين؟ انا هدي لك ثلاث دواجي وهدي لك كمان شهرين تعز. ها الايام دي صعب تلاقي سكن رخيص. انا قلت هدي لك 3000 جنيه يا زكي، يا كده هتحصل عن السيد. يا عالم يا عالم يا روح، حرام عليكم، هروح فين انا والعيال؟ حرام عليكم حرام عليكم. ما قلنا لك اطلع بالزوم، مفيش فريشتك، ذنبك على جنبك بقى. واطلع ليه؟ اروح فين؟ ايجار وبتاخدوه كل شهر، عاوزين من ايه تاني؟ معاك ايصالات يا حبيبي؟ ما كنتش باخد منك ايصالات، كنت مديك الامان. هو عالم الطيب ملوش عيش في الزمان ده. يا عالم ارحمونا، حرام عليك. طب غور من وشي بقى بالسعاده، غور من وشي. وانت اخوانا بينكم همه، خلصونا بقى كده. يبقى انا بقى يا عنتي المقتول. ايه يا ولا، خش جوه. ايه يا ماما، عايز تفرج؟ لا مش هتفرج، خش جوه.
جدع بتعمل ايه؟ سيب البضاعه. هنقل كيلو يا معلم. كيلو واحد بس وبتنقل كمان؟ يلا خاطر السلام. يلا بتاع الخير على النصي. ما الخير بقى بشهر الفاكهه يا معلم، وبعدين انا مش هاخد حاجه ببلاش. انا احلى لا تورسيني ولا عايز منك عسل. يلا اخويا طره بالسلامه. جت كنيله زباين تجيب الفقر. يلا اخويا الكيلو قال وعايز ينقي. الله الله، ايه اللي حصل يا عم سيد؟ ربنا على المختار. قلت شاطر ايه يا زكي؟ عليك فراسك تعرف خلاصك. لو عايز حد يساعدك ولا حاجه في نقل العفش بتاعك رجالتي مختار، بس فكر كويس والا هفكرك بطريقتي. ولع لي. بس انا ما بشربش سجاير. ولع لي. خد يا زكي يا ابني وربنا على المفتاح. يعني ايه؟ هنسيب لهم البيت؟ عندك حل تاني؟ تاني وتالت ورابع. هي البلد سايبه ولا كانت سايبه؟ البلد فيها قانون ومحاكم. موت يا حمار. طب هنعمل ايه؟ وهنروح فين؟ مش عارف. لا لا مش تعرف يا زكي. في ايدي ايه اعملهم؟ امسك شومه وانزل لهم؟ قبل ما ارفعها هيكونوا كاتبين قبل اسم كلمه المرحوم. واديك شفت اللي عملوه في عم سعيد واولاده. عايز اجرالي اللي جرى له. قولي لي اعمل ايه؟ شوري عليا عليا. قولي لي اعمل ايه؟ مين موزه اللي داخله الحاره دي؟ دي اخت زكي الطيب وجوزها. يبقى البركه حلال عليكم. استنى بس بالهداوه عشان اخوها النانوس يتعظ ويسيب لنا الشقه. بالهداوه نونو نونو. هلا ادينا احنا بقى يا ست وصلنا عند ابوك. الله الله الله. يا انت مش تفتح. معلش حقك عليا. احنا مش هنبطل كلمه معلش دي اللي هتودينا في داهيه. الراجل بيكلمك بادب مش ترد عليه بادب. طب وانت مالك؟ ايش حشرك انت؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ بصراحه بقى جر الشكل. جر الشكل؟ ابعد انت يا ميرفة. انا اعرف اتصرف مع الاشكال دي كويس. الحالي يا زكي. ايه في ايه؟ الحالي مقسم بهدله بتاعتي. ليه؟ انت بتعمل ايه؟ انت شوف الراجل بيعملوا فيه ايه؟ انتوا ايه اللي جابكوا بس دلوقتي؟ يا نهار اسود يا زكي يا راجل هيموتوه. انا لو نزلت هنصرف معاه. يا زكي انزل يا زكي. انا زكي ما نزلت حرام عليكم. اسيب مني ايه؟ كفاية بقى. انا فيه زكي بس يا اختي بس.
صعب عليا. لقيت رجليه مش شايلاه، قلت مروقوا مني اوصلها لكم. انتوا ايه؟ قلبكوا حجر؟ انا مش خارجه من بيتي حتى لو دفنتوني فيه، واعلى ما بخيلكوا ركبوه. الخيل كتير وركوبه مفيش اسهل منه. صباح الخير. على فكره ما تنسيش تفكري المحروس جوزك بميعادنا. مش دعوة بيا. مدياني ضهرك ليه؟ عشان مش عايزة ابص في وشك. وهون عليكي؟ اذا كانت هانت عليك نفسك مش هتهون عليا؟ ده بس من ورا قلبك. شيل ايدك ما تلمسنيش. في ايدي ايه اعمله ما عملتوش؟ تقول لا ولو مرة واحدة في حياتك. واحنا مالنا كده بس؟ احنا عايشين في حالنا، كافين خيرنا شرنا. انت هتجنني؟ طب لو سيبنا الشقة هنروح فين؟ ما تقلقيش، ان شاء الله باذن الله هلاقي حل. يا راجل يا راجل، دي حتى القطه ليها ضوافر وساعات بتخربش. هو الراجل ما يبقاش راجل الا اذا اتخانق ودبح. احنا دنيتنا كده، يا قاتل يا مقتول، وانت الظاهر عليك عايز تفضل مقتول. تصبح على خير. واحد واحد يا اخويا منك له، خلصونا. خلصنا. انت كمان عاوز ايه؟ شقه من شقق المحافظه. طب ايه اللي باعه؟ لو سمحت سيادتك عايز كشري. عاوز اسال حضرتك سؤال. لا مؤاخذه بس. مفيش لا مؤاخذه. مؤاخذه ايه؟ استحمل بعض ثانيه واحده. ما تعملش حاجه. والله هسال سؤال واحد. انت يا اخينا. نعم. وبعدين؟ حاضر. عدم مؤاخذه هتنزع عليك واسالك سؤال بسيط يعني. اللهم طولك يا روح، اسال اخويا. هعرف الرد امتى؟ ربنا يهدينا ويديلك طول العمر. اولا طلبك هيخش لجنه اللي هتحوله على اخصائي اجتماعي عشان يدرس الحال. وبعد كده اخش لجنه ثانيه علشان تقرر اذا كنت تستحق شقه ولا لا، وبعد كده اذا وافقت هيحطوك في قائمه الانتظار. يعني بعد قد ايه كده باذن الله؟ ما تقلقش، مش قبل 20 سنه، اللي بعده. عاوز ايه؟ انا عاوز تربه. طيب مع السلامه. انا شفتك فين قبل كده؟ حضرتك بتركب اتوبيس؟ نعم يا اخويا. بتتريق؟ لا والله، اصل انا مش شغال محصل لفرقه النقل العام. جنبنا هديا. هديا كريمه. ازيك يا محمد الطيب؟ محصل بهيئه النقل العام. ايوه يا فندم. الوحش اقبض عليه. اقبض عليه. اوعى تنزل ايدك. اقبض عليه. انا عملت ايه يا فندم؟ هو في ايه؟ ادخل. تمام يا فندم، قبضنا على الوحش. هايل. تمام يا فندم، قبضنا على الوحش. يا واد احمد، يا واد انت ايه معجون بميه حفاريت؟
البس البس يا شادي. ايوه البس. ايوه كمل لبسك. ايوه يا زكي مستعجل على ايه يا اخويا؟ جايه. انت مراد زكي الطيب؟ ايوه يا اخويا. في ايه زكي؟ جرى له ايه؟ فتش الشقه. شغله والله كنتم بتبيعوا المسروقات اللي مسرقها فين والمين؟ يا سعادة البي، يا سعادة البي، زكي لو بيسرق وينهب ويقتل زي ما حضرتك بتقول ما كانش ده بقى حلنا. هو ده سحم ولحم. لو ان الدنيا كانت ضلمه هو ده يا بي. هو نفس الطول ونفس العرض ونفس الهيئة. هو يا بي. هو يا بي. هو هو انت. انا طلعت من وسط الف مهما تفكرت. هو يا بيه. هو انت شفتني قبل كده؟ اكيد انت غلطان. اكيد غلطانين يا سعاده البيه. حرام عليكم، انا عمري ما شفت حد منكم. وانت مش قلت ان الدنيا عتمه؟ طب شفتني ازاي؟ شفتي ازاي يا سعاده البيه؟ انا راجل غلبان، مش ممكن يكون مجرم يا سعاده البيه. مين كان معاك في سرقه البنك؟ ما حدش، لاني ما سرقتوش من اصله. ومخرج السينما قتلته ليه؟ انا لا عمري قتلت ولا اعرف اقتل. وممثله الاعلانات ما اعرفهاش. واظن هتقول ما قتلتش جواهرجي بتاع مدينه نصر. يا بيه انا اخاف اذبح فرخه. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه من اصله، لان انا مش المجرم اللي بدور عليه. يا سعاده البيه، انا زكي محمد الطيب، محاصر بهيئه النقل العام، طول النهار في شغلي وسط الناس، حتى اسالوا زمايلي، وبعد الشغل بروح على البيت طوالي. لا بزور حد ولا حد بيزورني ولا ليا اصحاب. لا حتى اجازتي بقضيها لوحدي بعيد عن الناس على شط ترى. والسناره برميها من غير طعم عشان ما يتعلقش فيها سمكه تتعب لي اعصابي وهي طالعه من الميه بتعافر الموت. مش انا الراجل اللي بتدور عليه يا سعاده البيت. مش ممكن ابدا يكون ده الوحش. طب والشهود اللي اتعرفوا عليه يا فندم؟ ممكن يكونوا غلطانين. اتفضل. وممكن كمان يا فندم يكونوا صادقين. اه بس انا عندي احساس كده ان في حاجه غلط. طب والعمل يا فندم؟ كملوا دحيق معانا وكملوا تحرياتكم عنه وافرجوا عن مراته اذا ما سالتش عليها حاجه. حاضر يا فندم. لا يا فندم، كله لسه في التوضيب. يا فندم الصفحه الاولى؟ لا الصفحه الاولى خلاص يا فندم اتفضلت. حاضر يا فندم، هنزل الخبر في الصفحة الأولى مع تحقيق كامل جوه جورنان. لا يا فندم تحت أمرك. الصفحة الأولى فيها إيه غير الأخبار الرئيسية والمقال بتاعنا؟ صورة في برواز لماتش الأهلي والزمالك، حريق مخازن السكة الحديد، سيول النوبارية، تعويضات ضحايا العبارة سالم إكسبريس، خبر عن اعتصام المودعين بشركة توظيف أموال. يتغير توظيف الصفحة ويشال كل ده وينزل مكانه صورة المجرم اللي اسمه الوحش، وينزل المقال اللي مكتوب عنه في صفحتين، وتبعت صحف ومصور عشان يغطي الموضوع لحظة بلحظة. حاضر. تنفذ التدخين على مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المحامي محمد الطيب أنه قد تم القبض على المتهم المعروف باسم الوحش، والذي يدعى زكي محمد الطيب ويعمل. شوت ابويا ايه؟ 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 القبض
معقوله زكي هو الوحش ده ولا زمان العجايب؟ دي حاجه تطير المخ ساعه البيت. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان حياتنا كانت على كف عفريت. يعني لو كنا قرصنا عليه شويه كان يا رحمن يا رحيم علينا. الحمد لله ربنا سترها معانا. بس اللي هيجنني ليه سكت علينا ده كله؟ ده ابن الايمه. تلاقيه ما كانش عايز يكشف نفسه. تفتكر هيعدي منها؟ يعدي؟ ده ولا في الاحلام ساعة البيت؟ ده بالقليل هيعدموه خمس ست مرات. طب ومستني ايه يا بني ادم؟ يلا بينا. على فين يا بيه؟ نكمل اللي بدأناه. حرام عليكم يا زلمة يا سفرة. ما كنتش اعرف ان الواد زكي ذوقه حلو في الحريم كده. دي البنت زي لهطة القشطة. هي لهطة قشطة بقى. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك. اروح فين انا وابني؟ بيتي مفتوح لك يا جميل. ندل جبان كلكم اندال. هقتلك هقتلك. ابعد يا ابني المجنون انت. ابني ابني ابني. انا متجوزين. كان بيحبك؟ كان بيكرهك؟ قولي لي يا مدام كان بيعاملك ازاي؟ كان بيضربه؟ كان بيحبه؟ قولي لي يا مدام لما كنتي بتكلميه كان بيرد عليكي ولا كان بيسرح؟ قولي لي يا مدام كان بيعاملك ازاي في البيت؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ 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 كان بيحب يلبس ايه؟ بعدين في الورطه اللي ورطتها لنا دي. ورطه ايه؟ مرات اخوك اللي وقعت قربزنا هي وابنها. يا اخي اللي عندك دم يعني ارميها في الشارع هي وابنها؟ لا طبعا. افرضي بقى اخوك خدوا فيها تأبيده تاخد لنا فيها هي كمان تثبيته. يا روحي ما بعدك روح شوفي لها تصريفها. حكايه اخوك لسه هتطول. والى داخل السجن انتقلت عدسات البرنامج لنلتقي بالرجل الذي اصبح حديث الناس في كل شارع وفي كل بيت. المتهم الذي يواجه العدالة الآن والذي أطلقت عليه عدة أسماء من بينها الوحش وسبع الليل. تقول لي شعورك إيه دلوقتي بعد ما اتقبض عليك؟ زي ما حضرتك شايفة. زي ما حضرتك شايفة. يمين بالله أنا لا مجرم ولا قتل قتلة زي ما بيقولوا عليا. أنا واحد زي كتير من الغلابة اللي عايشين في البلد. يقولوا لي انا غلطت في ايه؟ انا من يومين بس طلبت نقلي من الخط ده مخصوص عشان خاطر هو. حصل لحضرة الناظر؟ حصل. طب ليه يا اخ عبده طلبت تتنقل من الخط اللي كان شغال عليه زكي؟ ليه؟ من غير ليه؟ الله يرحمك يا دكتور عبد الوهاب، لا مؤاخذة في الكلمة ست هانم، انا كان قلبي حاسس بيه قوي، اصل بعيد عنك عينيه دي كانت كلها شر، بيكره كل الناس. بس انا المغزى في الكلمه برضه ما يخلش عليا الاشكال دي ابدا ولا مسكنته. ده مجرم حويط اساليني انا. المغزى في الكلمه الحمد لله الحمد لله ان ربنا كشف ستره. ايه رايك يا زكي؟ انا غلبان من بيتي لشغلي ومن شغل البيت وبقول يا حيطه داريني. جايز انا غلطان وانا مش داري. لو مش مصدقني بلاش اسالوا عني كل اللي يعرفوني. وانا من خوفي منه رفعت عليه قضية إخلة. الدجران كلهم سابوا البيت وهجوا من عمايله. ده مجرم قتال قتلة. والمصيبة ما كانش يبان عليه كده أبدا، ده كان بلوى مسيحة. وانت يا أخ أبو شنب قول لي إيه الحكاية الغريبة اللي بيقولوا إنها حصلت لك معاه؟ أولا مساء الخير، وإحنا بنشكر التلفزيون يعني إنه مهتم بينا يعني واخد باله مننا والحمد لله استسهير يعني. أنا أقول لحضرتك إيه اللي حصل بالظبط.
انا واقف كده لا بيا ولا عليا، وبعدين في بقي سجاره ومعيش كبريت، لقيته معدى عليا، قلت له تسمح تولع لي. عارف عمل ايه يا استاذ سوير؟ عمل ايه؟ قام باصص لي بعينيه كده وعينيه بتطق شرار، وقام مركز بعينيه على طلف السيجاره، قامت مولعه من غير كبريت. وغلاوتك عند استاذ سوير يا فندم. انا لا حضرت يوم اجتماع ولا اشتركت في حزب ولا عمري اتكلمت في السياسه ولا بقرا جرايد. طب اهدى اهدى بس. انا حتى ما عنديش بطاقه انتخابيه، والكوره ما بشجعهاش عشان ما حدش يزعل مني. صدقوني انا كملت عدد مش الوحش. انت هتفضل تبرم شقباتك كده وتبصلي؟ هتجنني يا بنت. البنت دي هتطير برج من نافوخي. اصلها بيضة وحلوة، وده الصنف اللي بحبه. ومستني ايه؟ ما ترحمني وترحم نفسك وتروح تلاقيه. فكرة يعني هيجي منها؟ ده هيجي منها في اللي هي فيه ده قوي. واحدة نية ومكسورة الجناح، لا سند ولا راجل يحميها. صح. وما تنساش انك خيال قديم. صح. هتسلك انا على ما انت تسلك امورك معايا. برضه صح. خليتك بعافية. لا خلي لك انت العافية، هتنفعك. صح عافيتك. ما تريحي نفسك عليا، وملعون ابو الشغل على اصحابه. ولا طيب تخلص انت يا معلم. الله ان شاء الله ما خلص. وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ محبه وشرف، وانت عارفه معزتك عندي قد ايه. يا ابوك تلم تعابينك يا معلم، انا مش لايقالك. ما انت اللي جبال نفسك يا بنت الحلال، اللي زيك وفي جمالك وفي حلاوتك ملوش البهدله دي. ده الشهد يتقطع ويتربي تحت رجليك، اللي زي القشطة. يا قشطة انت ايدك قطع ايدك راجل جعر، ما تخفيشيش. صحيح هو يا راجل يكون عقلك وزك وقال لك ان دي وحدانية ويجي منها؟ لا وحياة امك، ده انا بيت راجل، ده انا بيت كشك ومالكش دية عندي. اتفوق سالك راجل. الله ايه؟ الله الله الله، تتجننت ولا يا بنت؟ اتجننت وحياة امك لو اوريك الجنان اللي بكده. ايه رايك في زكي؟ والله انا محتاره مش عارفه اقول لك ايه. ريت وشك للكاميرا شويه. اصدق مين ولا مين؟ الجرايد والتلفزيون بيقولوا ان هو الوحش، والناس مصدقه. انا تايهه، زكي هو الوحش؟ طب وانت يا حسام كانت علاقتك ايه بزكي؟ والله انا لله في لله كده، لا كان بيحبني ولا كنت بحبه، يعني ما كناش بنستظرف بعض. كنت حاسس ان هو انسان مش طبيعي. ايه دي امالي عليا عشان اعرف اتكلم معاكي، وكمان الساده المشاهدين شايفينك وعايزين يعرفوا منك الحقيقه. ما انا مش ممكن اصدق ان زكي جوزي يكون الوحش. ده زكي طيب وابن حلال وفي حاله، عمره لا كره حد ولا اذى حد. ليه الناس بتقول عليه كده؟ طب وانت يا حبيبي رايك ايه؟ قول ما تخافش. يا ريت ابويا يكون هو الوحش ويبقى زي روكي فاندام وبوسلي. اسعد الله بتماس يا عم الكل. مية مسا يا زين الرجال. مساء الفل يا ريس. نورت بيتك ومطرحك يا سبع الليل. كنا نعرف انك انت هتشرف، كنا فرشنا الارض رمل وزرعناها فل وياسمين وبنفسك. محسوبك بقى سيد العطر، كبير نبطشيه السجن. ده قبل تشريفك طبعا. من هنا ورايح الكلمه كلمتك والشوره شورتك، واعتبارا من دلوقتي انت كبير نبطشيه السجن.
أبو الرجال 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 2100 مرحبا شرفتنا يا خال. الأشياء معدن هنا والعيشة عالي العال. سمعنا عنك كتير وقالوا عليك أمثال. قالوا القمر عندنا أنا قلت أبو الرجال أبو الرجال أبو الرجال أبو الرجال أبو الرجال 2100 مرحبا شرفتنا يا خال. الأشياء هنا معدن والعيشة عالي العال. نورت أبو زيد. إيه يا عم سيد؟ أنا في حلم ولا في علم؟ اللي أنت فيه حقيقة مش حلم يا زكي. بس أنت كمان جيت هنا بالغلط يا عم سيد. لا أنا ولا أنت جينا هنا بالغلط. إحنا اللي كنا غلطانين من الأول. افرد صدرك، ارفع مناخيرك لفوق، جز على أسنانك، اوعى تنسى إنك الوحش. حتى أنت كمان مش مصدقني يا عم سيد. اعمل اللي بقولك عليه. مساء الخير يا أبو الرجال. أهلا أهلا. نورت الدنيا يا أبو الرجال. مرحبا يا هون. تحية لعم المعلمين. مرحبا أبو الرجال. هلا أبو الرجال. ولا أحمر. أنت أبو الرجال. أبو الرجال. توشك يا أحمر. أبوك وحشني قوي يا رضا. وأنا كمان يا ماما. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لنا ده. حد يصدق يا ناس؟ حد يصدق زكي الطيب يتعمل فيه كده؟ رضا أبوك طيب يا حبيبي. ما لو ما كانش طيب يا ماما ما كانش عامل في كده. لا يا حبيبي لا، بيصير الحقيقة حبان وهنعيش زي ما كنا عايشين وأحسن. سيدتي وسادتي، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد شعلان أستاذ الطب النفسي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا مدام سوير. تفتكر يا دكتور ما هو التفسير العلمي لمثل هذه التصرفات المتناقضة؟ هو أغلب هذه الحالات ممكن تنطبق عليها صورة الانفصال في الوعي اللي هو كان زمان بيسموه الهستيريا الانفصالية. ممكن على السطح يبقى شخص طيب، ومن كتر الطيبة اللي هي في الواقع طيبة ناتجة عن كبت شديد جدا وخوف شديد جدا لما كان صغير، تعرض لخبرات فيها عنف، فيها اعتداء، ربما فيها خبرات جنسية مؤلمة. هذه الخبرات من كتر ما هي مؤلمة بيكبتها، ومن كتر الكبت بينمي عكسها على مستوى الوعي، ثم من كتر زيادة الكبت بتنمو هذه الشخصية في الظلام لدرجة بيجي وقت وتنفجر في لحظات خارج تحكمه تماما، وهو ما يبقاش واعي بيها وما يفتكرش اي حاجه عنها. وهل تعتقد يا دكتور ان شخصيه زكي وهي موضوعنا النهارده من الممكن ان ينطبق عليها هذا التفسير؟ ممكن وممكن لا. والمجتمع يحدد. اللي بيحصل والله ده حرام. والله ده حرام. والله حرام. والله حرام. مصر في العصر العلمي. والله حرام. وفي نهاية حلقتنا سيداتي وسادتي، نشكر الأستاذ الدكتور محمد شعلان على تحليله العلمي، ونترك الحكم للعدالة ولحضراتكم. وفي النهاية نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. شكرا لكم. بعد ما جرى اللي جرى ورجالة ابو شنب رنوني العلقة قدام عيالي ومراتي وسابوني بين الحياة والموت ورموني برا البيت زي اي كلب من كلاب السكك، ربك الحق يا زكي، حسيت ان انا مش بني ادم، اني مش حاجة،
لا بيت ولا حقوق ولا كرامه. انضربت البيت مكسوف ابص في وش اهالي. لميت كراكيبي انا والعيال ونزلنا عدويه وسط الموات والترب. قلت حته تتويني حته تتويني يا حي ولا ميت. يا ريت الهم رضي بيا اللي يفوت يوم والتاني ولا حته عيل صايع ومن وراش اللي عيال فاده جايين يحوطوني انا وعيالي اللي نايمين بين الاموات وبيخيروني اما ادفع عن كل عيل 2 جنيه في الجمعه عشان يسيبونا نايمين بين الاموات لا يضربونا ويهنونا ويسردونا. الدم غالي في عروقي. انا رضيت بالعم والعم مش راضي بيا. بقيت نفسي بصرخ واقول دراعي هاخد حقي منك يا دنيا يا دنيا يا دنيا. اقتل يا عم سيد. ظلم الناس ليا هو اللي صح الشيطان جوايا وخلاني اقتل ونزع من قلب الرحمه. الناس هم اللي خلوني كده. وليه تعوم على عوم الناس؟ ما احنا عايشين وسطيهم. هتفضل طول عمرك خايف منهم يا تخوفهم. اللعبه كده يا صاحبي. بس انا ماليش في اللعبه دي. مشوارك اصعب من مشوار يا زكي. انت دلوقتي عايش وعلى كتفك عباية الوحش. بس انا مش هو، انا بريء. شو رأي عليا يا عم سيد اعمل ايه؟ هتعيش يا زكي زي ما هم عايزينك تكون. عايزينك الوحش اللي بيخافوا جواهم منه. خلاص تبقى انت الوحش اللي اتجسد فيه خوفهم. عينيك بتطق شرار. تبقى لك هيبة يا زكي، هبت الوحش، وتلم الغلة اللي بتطلع من العنابر. العنابر خيرها كتير والفلوس فيها ياما زي دنيتنا بره. كل حاجة وأي خدمة فيها بتمن، بيدخل جبنة باتش العنبر. ده حقك يا زكي، تمن قوتك وخوفهم منك. لازم يكون لك كرامات يتحاكى بيها المسلمين. ومن وقت للتاني احكي للخلق حواليك، تشبعهم وتسليهم وتزيد خوفهم منك. احكي لهم عن حبك لاكل اللحمه النيه. احكي لهم عن اول خناقه ليك وازاي ايدك عدت من صدر الجدع ونفدت من ظهره. لازم يخافوا. زمان الناس عبدت التعبان والنار وحاجات كتيرة كانوا بيخافوا منها. ربنا يعلم انت وحشاني قد ايه، والآن عليك انت ورضا قد ايه. لا يا اخويا ما تقلقش، مراتب بميت راجل. ربنا يحميكي. الظاهر ان احنا ما كناش عايشين. انا جوه السجن شفت دنيا غير الدنيا. المصيبه ان كلهم هنا خايفين مني، فاكرين ان الوحش بحقه حقيقي. لا يا زكي ما تقولش كده، انت منتنا غير تنتهم يا اخويا. اوعى يا زكي، انت سيد الرجاله اه لكن مش مجرم. امال جابوني هنا ليه بس؟ معلش يا زكي، شده وتزول، ياما في السجن مظالم. انا بقيت تايه علي، مش عارف انا مين وليه ده بيحصل لي. خايف اضعف ابقى صوره من عم سيد او اتجنن. لا لا يا زكي لا، اوعى. يبقى اتفقنا يا مدام، انا قبلت القضيه. صحيح والنبي يا بيه.
ومن النهارده هبشرها بنفسي. الهي يسترها معاك دنيا واخره يا رب. بس قصدك الاتعاب؟ اعتبريها وصلت بشرط. ايه هو؟ ما تدخلوش محامي تاني معايا في القضيه. بصراحه انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي يا مدام، واحب اكد لك من دلوقتي ان الوحش قصدي زكي هيطلع برا ان شاء الله. فيش متشكره قوي قوي. العفو يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. معقوله يا دكتور هتترافع في قضيه زي دي؟ دي قضيه العمر يا متر، مفيش حد في البلد مش مهتم بيها، وزكي لو طلع منها المكتب ده هيشتغل نار، والقضيه اللي بناخد الاتعاب فيها 5000 جنيه هنطلب 10، وام 10 هنطلب فيها 50. حكمت المحكمة ببراءة المتهم زكي محمد الطيب، وذلك لعدم توافر الأدلة وللتضارب الواضح في شهادة الشهود بشأن تحديد مواصفات المجرم المعروف باسم الوحش. رفعت الجلسة. أنا مش فاهم، أنا هتجنن يعني إيه؟ زكي ياخد براءة يا بيه؟ كل من خد البراءة بريء، ولا كل من دخل السجون مجرم عتيق؟ ما أنا قدامك أهو عمري ما دخلت السجن. يعني إيه؟ كل الناس بيقولوا إنه زكي هو الوحش، دي مصيبة مسيحة. طب والعمدة؟ معرفش بقى ساعة البيت، دبرني أنت شور عليا، أديني جاي لك عشان تشور عليا وتقول لي نعمل إيه؟ نهج ونفتقاله؟ نهج ونفتقاله؟ لا لو هجينا هيعتقنا، ده مفتري وإيده طاية. يلا بينا. على فين؟ على فين؟ نستسمح مراته ونرجعها البيت ونوضبه له كمان. تفتكري يا عليا ان زكي بريء بحقه حقيقي؟ طبعا يا بنت بريء، ده اخوكي يا بنت، ما انت شايفه اخوكي. بس الناس والجرايد والاذاعه والدكاتره بيقولوا ان هو ما كانش في بدريان بالاعمال اللي كان بيعملها. يعني ايه؟ يعني زكي عنده وشين، وش شرس ووش طيب؟ لا ده كده اتجنن، ده زكي جوزي وانا عارفاه كويس، لا بيهش ولا بينش. مكنش لما لفيت عليه وهو ماسك المدفع ومتهيألي ان هو بيموت في الناس كان بيتمرن. يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي. الله ينور عم سيدة جلاليبو. عليك يلا حمى الطبخوة شوية. ابو الرجال انت بقى على طول. ايه؟ انت سميته بالرجال ولا ايه؟ طبعا ده ابو الرجال وسيد الرجاله كلها كمان. ماما. ايه يا رنا؟ ايه يا حبيبي؟ انا زعلانه قوي يا ماما. طبعا يا حبيبي، مش ابوك خارج براءه النهارده؟ لا انا زعلانه عشان اسم ابويا الجديد ابو الرجال. ابو الرجال؟ الحاره كلها مستنيه ابو الرجال ابويا. ابو الرجال ابو الرجال ابو الرجال ابو الرجال ابو الرجال ابو الرجال مزيكا. قد ما وحشني قد ما انا خايفه منه. انا غلطت في حقك يا سيدي الرجال، وطالب العفو والسماح،
والنبي بقى ما تخيلني رايك. وانا من ايدك دي لايدك دي لو طلبت روحي هقدمها لك، لو قلت لي اتبع عيل من عيالك هتبعه دلوقتي تحت رجليك. بس سامحني وانا ابقى خدامك العمر كله. وانا وضبت لك الشقه من مجاميعه، وعلى النعمه لو عايز اكتب البيت كله باسمك مع الاخر. وانا مستعد بارباط في اقدم جزمه عندك. بس سامحني يا ابو الرجال. خلاص بقى نسيب ابو الرجال عشان يستريح بين اهله وناسه. تؤمر باي شيء يا سيد الرجاله؟ فضل استريح. يلا هلا يلا فضل يا سيد الرجاله. يلا هلا يلا. حبيبي وحشتني يا رضا. عشان اكتر يا ابو رجال. الحمد لله على السلامة يا زكي. الله يسلمك علي. وحشتوني قوي. انا ما كنتش مصدق اني هرجع لكم تاني. مالك علي؟ وحشتيني يا مرة. في ايه مالكم؟ زي ما كنت طالع لكم عفريت، ما كنتوش عايزين نرجع ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي جابكم؟ الغرب لما يصدقوا ان الوحش معذورين لانهم ما يعرفونيش، لكن انتي معقوله اكون انا الوحش ومش دريان؟ اقفلي الباب وتعالي. ها؟ اقفلي الباب وتعالي. حاضر بس اصل ايه؟ بقولك اقفلي الباب وتعالي. ما انا هاجي اقفل الباب بس اشوف في حاجات حطها على النار يا اخويا. حتى انت عليا. يا عم يلا يا عم الاحسن يطلع يروح فينا. عليا النعمة من المتاعت على ما اشوفه. امر لله. اللي بيقولوا بيكتر بكرتون وبيذبح حالها وعليها فين سمنه بلد يا راجل. قدام عينيا اللي هياكلهم الدود دول ضرب ايده في الحيط طلعت في الناحيه الثانيه. عشان سيف عشان سيف الوحش. عشان سيف عشان سيف الوحش. عشان سيف عشان سيف الوحش. عشان سيف الوحش. صوت الوحش بعشرة سيف. صوت الوحش بعشرة سيف. عشرة سيف. أيوة عليا. صوت الوحش بعشرة سيف. صوت الوحش بعشرة سيف. عشرة سيف. خد يا مكسوف الرقبة. لا ينزل يسرق ويشرب من دمك. خد يا أمه. خد يا أمه نفسي أشوف. كلمة إيه ده يا ربي؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بقينا فرجة للكلب. كان مستخبينا فين ده كله؟ يفضحتنا يفضحتنا. اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه؟ عايزه حاجه وانا راجع عليها؟ انت رايح فين؟ رايح الشغل. انا بقول تاخد لك كام يوم اجازه. اجازه ايه بس؟ خليني اروح اشوف شغلي وكمان الناس وحشوني. طب اشرب كوبايه شاي ولا كلك لقمه؟ في الموقف بقى. سلام عليكم. سلام. سلام يا مرجان. يجيله الدور ويطيح فينا زي ما بيقولوا. ايه؟ مالك؟ في ايه؟ يلا
يلا كل واحد يروح لحاله. والله العظيم ثلاثة يا زكي وملك عليها حلفان، انا ما اقدر ازعل اي خلوق وانت عارف كده كويس قوي. طب يلا الاتوبيس اتملى ناس ومش عايزين نعطل مصالحهم. ما انا فزت واحد. استغفر الله. ايه ده؟ ما بلاش يا اخويا. اصل انا بصرف كده كنت موعد العيال عشان نخرجهم، بلاش اخرج انا. يلا بقى انت وحشني. انت كمان وحشني. والشغل كمان وحشني. اذا كان حد الموت كان قال لك حاجه عليك. يلا يا عبدو. ما بلاش. يلا يا عبدو. يلا يا عبدو. يلا يا عبدو. زكي مش ممكن يتساب على الحال ده، لازم نشوف له حل. ده بقاله شهرين على كده، ده حرام يا ناس حرام. وانا في ايدي ايه بس يا علي؟ والله اقدر اعمل ايه؟ قلبي بيقول ان زكي مظلوم وبريء. طب ما تخش تقولي له. وهيفيد بايه؟
طول ما هو شايف الخوف بيطل من عيون الناس وهي بتبص له وبتجري من قدامه، واحنا اولهم. ليه عملنا فيه كده؟ ليه صدقنا كلام الناس؟ وانا بالذات كان لازم اقف جنبه، متخلاش عنه ابدا. طب والعمل ايه دلوقتي؟ فاكر لما كنا بنيجي هنا واحنا مخطوبين؟ فاكر. طب ما تعزمني على ترمس. اتقلقي عليا، الراجل لو شافني وعرفني جايز يطب ساكت، ساعتها يبقى ذنبه في رقبتي ورقبتك. الناس هي اللي مش عايزه ترحمني. انا مش فاهم ليه مش عايزين يصدقوني. انا مش عارفه اقول لك ايه يا زكي، انا حيرتي ما تقلش عن حيرتك. لولا الملامه كنت اقول لك نسيب البلد وناسها ونهرب بعيد عن هنا. ونروح فين؟ اللي مش عارفين نعيش وسط اهالينا هنعرف نعيش وسط الغرب. واخرتها يا زكي؟ الله يمسيك بالخير يا عم سيد. طول ما انا في السجن كان يقول لي عوم على عوم الناس يا زكي، البسهم عباية الوحش اللي بيحكوا بيضحكوا عنها طول الليل. اعمل ايه عليا؟ شو اللي عليا قبل ما اتجنن؟ عم سيد عنده حق يا زكي، قوم على عمهم عشان ترتاح. واخوف الناس او يخافوا مني ليه؟ الناس هي اللي عايزه كده، حابين يخافوا. خوفهم ويقبض الثمن راحتك وحياتك. ده انت بقيت الدواء اللي بيناموا بيه يا زكي. دول بيحكوا عنك أكتر ما بيحكوا عن حياتهم وشقاهم. البس عباية الوحش يا زكي، البسها يا زكي. يلا يا أخويا خلص المكنة اللي في إيدك، زمان صاحبها جاية. خدها خلص. أبو الرجال يا مرحب يا ابو الرجال، يا سيد الرجاله كلهم. انتوا ايه اللي معاكوا هنا؟ الارض ضاقت بينا يا معلم زكي، وخدمت بعمك سيد اللي راح في رجلين. خدي عيالك وارجع لبيتك ومطرحك. بعد اللي حصل انسي اللي حصل. من هنا ورايح اللي هيرفع عينيه فيكي هيبقى اخر يوم في عمره. يلا خد العيال وادخلي، انت دلوقتي في حمى ربنا وحماية. ربنا يزيدك من نعيم، ربنا ينصرك على مين يعاديك. احنا دلوقتي في حمى المعلم زكي، احنا في حمى ابو الرجال. ليه قول تاني يا ابو شنب؟ على عين والراس يا ست. قوم يا جدع، قوم يا جدع، قوم يا جدع. انت القرص ده سيد المعلمين ابو الرجال، احلى ابو الرجال في العالم. اتفضل اخويا، اتفضل يا ابن السداد. مرحبا ربنا يخليك لينا يا ابو الرجال. يا 100,000 مرحب بعم الكل وسيد الرجال. يا اهلا يا اهلا، اتشرفنا. طلبات عند كل الناس اللي في الحته. عندك مانع انقي نص كيلو؟ نص كيلو بس اللي تؤمر بيه، انا والمحل والصبيان تحت امرك. ولا ايوه يا معلم، تنقي قفص مخصوص المخصوص من كل صنف وتطلع بيه على بيت المحل. نص كيلو، نص كيلو ولا اللي هنقيه وهاخده بالتسعيره. قلت ايه؟ اللي قولهولك. تؤمر بحاجه تانية؟ اه، تنادي بعلو صوتك وتقول نقي وكل بالتسعيره. بس كده؟ بس كده. نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره، نقي وكل بالتسعيره. أشور عليكم بإيه يا بقر؟ اللي بيقول الوحش يتنفس بالحرف الواحد. مرات سيد وعياله يرجعوا شقتهم وتبيضوها لهم كمان. أنا مش قد الوحش ولا ناقص بلاويه،
فاهمين ولا لا؟ يلا بسرعة حالا والله يخرب بيوتكم. يلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا مين بالله؟ لو اعرف ان المعلم زكي ابو الرجال هيشرفني لكنت نبحت عيب. لا عيب لي ايه؟ ده انا كنت نبحت عين من عيالي تحت البيت. يا اهلا وسهلا بقيت سعاده دي وانسى عيالك. اتفضل يا سيدي المعلمين. يا اهلا وسهلا يا اهلا. لا ايه في ايه؟ لا مكانك هنا يا سيدي الرجاله. لسه برضه يا شطر تفتري على الخل؟ السماح يا عم الكل، اللي ما يعرفك جهلك. ايه واقفين ليه؟ ما تتفضلوا تقعدوا. لا يتفضلوا ايه يا سيدي الكل؟ يلا بنتوا قولوا قولوا. انا عايز عقد لمرات عم سيد. وجلابتك عندي مجهزه ومضيق. ومن هنا ورايح محدش يتعرض لها، بقت في حمايتي. مفهوم؟ مفهوم. من هنا ورايح في عينيا الاثنين، مرات عم سيد وعياد عم سيد. معلم زكي، عايز ايه؟ عايزك تتكرم عليا انا وصحبتي اننا نعمل معاك واجب. ساعة عليك النبي، ما تزعلنا وتوافق. قلت ايه؟ صغير وورور وطالع في الشقاوة جديد. انا دخلت على الجمالية على الحارة، لقيت جميع فتوات الجمالية واقفين والنبابيت في ايديهم. الله يرحمهم ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. الله يرحمهم ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. ويبشبش الطوبة اللي تحت راسهم. الفتوانة ايامها كانت فتوانة بحق وحقيقي. الفتوانة مش قوة وشجاعة وبس. لا، الفتوانة اخلاق. يا عيني على الأخلاق. اصروا، انا لقيتهم ماسكين الشوم، رحت رافع عليهم نبوتي. رفعت عليهم نبوتي وطحت فيهم. علاوي كانت عركة اتفرج عليها الخلايق. بس امسك بعد العركة ولا واحد فيهم قدر يهوب ناحيتي. وما اقولكوش بقى ايه اللي عملته فيهم بعد كده. يا عيني ايه ده؟ الله اكبر. المهم بعد الخناقه ما انتهت اتصالحنا وقعدنا قعده حلوه كده زي ما احنا قاعدين مع بعض. اهلا
الله يرحم زمان وليالي زمان. يرحم زمان وليالي زمان. وليالي زمان. مساء الخير. مساء الخير. بكام البامية يا حاج؟ بكام البامية يا حاج؟ بستة جنيه. ليه بقى؟ هتديها لي مطبوخة باللحمة الضاني؟ ضاني؟ هو حضرتك عليا اليمين ما هاخد منك ولا مليم. يا سلام، ليه؟ من غير ليه؟ واحدة بتيجي اليوم؟ طب هات نص كيلو طماطم. عيني ولا هات قفص طماطم من المفتخر اللي مخبينه من التسعيرة. أو مالا هعمل ايه بده كله؟ مطرح ما يسري امري، المعلم زكي ابو الرجال لازم يتغذى. ايه بس انا ما معيش عشان ما تشيليش هام، الفلوس واصل وعليا الطلاق لاكون موصله بنفسي. شيلها. بقول لك ايه يا جعان؟ امور يا ست الكل. شيل من البوجة اللي ماشي ورايا ده. امرك على عين والراس. مقبولة منك عشان المعلم زكي. قدامي يا جعير. حاضر. قدامي. يا ميرفت اقف وكلميني، انا ساعدتك في ايه بس؟ انت قررت تزعلي ولا تهدي شعر من دماغك. طيب قولي لي قولي لي ايه اللي حصل ها؟ يا بني ادم فني، انا خلاص مش طايقاك، طلقني. ايه؟ انت عايز احفر قبر بايدي؟ طب هقول ايه للمعلم زكي؟ وزكي ماله؟ هو انت هتطلقني ولا هتطلق زكي؟ هيفكر ان انا ضايقتك وهيضايقني انا كمان. يا ميرفت انا مش هملى اخوك. بقول لك ايه؟ قولي له ان انت اللي كرهاني وانا شريكي، ماشي؟ جبان بس عيش. هو الجدع دلوقتي بقى كخة مفترية زي اخوها. الموقف ده انا حاطط ايد عليه من 4 سنين. مش لوحدك يا عم جابر، ما انا كنت موجود معاك. ما قلتش حاجة، احنا الاثنين حطينا ايدينا عليه مع بعض. يعني ايه حاطين ايديكوا عليه؟ اشتريتوه من الحكومة؟ اجرتوه؟ لا يا معلم، حطينا ايدينا عليه ولا مؤاخذة، وقفنا فيه لقط رزقنا. اللي عاوز يركن عربيته نركنها له، اللي عايز يبيت العربية يبيتها، وهي كلها بترزق. طب وايه المشكلة؟ شوف يا ابو الرجال، انت كبرنا وحمينا، وانت اللي هتحكم بينه وبين النص. قول ما تطولش. مش مرتاحين مع بعض، مفيش امان. يا انا شيل يا هو شيل، ونتراضى. انا عارض عليه 20. وانا عشان خاطر مجاية الوحش بقى مش هقبل اقل من 30. تشرب ايه يا ابو الرجال؟ انا بقول نقسم البلد نصين، انت تدفع له 25 وتفضلوا اصحاب وحبايب. وانا مش هكسر لك كلام ابدا يا ابو الرجال. خلاص يا نص، هدي لك 25 بقى. 25 ايه؟ 25,000 جنيه. لقيتك عندنا ما تتقلش بدهب يا ابو الرجال. امسك. ايه دول؟ 10 بواكي، 10,000 جنيه. من انا والنص، ربنا يخليك لينا يا ابو الرجال. سلام يا ريس. انت من حقك يا زكي، انت ما ضربتش حد على ايده، ده رزق يا اخويا وجالنا البيت عندنا. الفلوس دي تمن خوف الناس مني. سيبهم يخافوا، خليهم على اهمام، ما هو القط ما يحبش الا خناقه. بس انا كمان الخوف ما عاشش جوايا، ما يسيبوني في حالي. لا لا، الزمان ده محدش بيسيب حد في حاله، يا تعيش وحش يا هياكلونا الكلاب. والحظ جالك لغايه بابك وخبط عليك وفتح لك دراعاته، والدليل هو قدام عينيك. مش هيظهر. انا مش عايز غير راحه بالي، عايز اعيش زي كل الناس ما هي عايشه. ما اقدرش اعيش وسكينه في ايديا وسكينه متسلطه على رقبتي.
ما اقدرش اعيش وسط ناس خايفين مني، وانا كل يوم خوفي منهم بيزيد، ما اقدرش. انا لازم اهرب، لازم نهرب. منين ما تروح هتلاقي ناس زي شطا وابو شنب، ناس تخاف وناس تخوف. خد الفلوس يا زكي، خلينا نعيش، بلاش تضعف. ما اقدرش اعيش عمري كله لابس توب غير توبي، تعبت عليا، تعبت، يا ريت اموت. زكي زكي زكي، ما تخافيش، انا اضعف من اللي موت نفسي. ارجع يا زكي، ارجع عشان خاطري. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مالك يا زكي؟ خايف يا مولانا. من ناس ولا من نفسك؟ من نفسي ومن الناس، بيزرعوا الشر جوايا. الشر جنون واخره ندم. ما عدتش قادر اعيش وسطيهم. عشان ترتاح يا ابني لازم تتوقع منهم الشر قبل الخير. بس انا بحب لهم الخير يا مولانا. الخير موجود والشر برضه موجود، ودي سنة الحياة. خايف أضعف أبقى زيهم. الخير قوي وشر الناس، الشر دايما ضعيف وجبان. اتجه إلى الله واذكره ينجيك ويهديك. يلا يا زكي، يلا يا ابني روح بيتك. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. عارفين انا مين؟ انا ابو الرجال، انا الوحش. يا لهوي، عايز الله يخربشك. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا اللي عايز. يالا عايز ايه؟
عايزك تسحف على ايديك ورجليك وتعيط زي النسوان. سيبوني ما تقولش على حد. على مهلكوا عليه يا وحش حنين. تخطي العتبة واحدة. انت مين؟ انا الوحش يا زكي، وحش اللي لبست ثوب ارمخت اسمي في الارض. على فين ده؟ احنا ولاد ليل والنهار لسه ما طلعش بقى. انت يا جعير، انت سرقت، قتلت، نهبت، حرقت. ليه تلبس توب غير توبك؟ انا ما لبستش توب غير توبي. انا وحش زيك. مش مصدق عندي؟ اسالوا الناس، اسالوا البوليس، اسالوا الصحافه، اسالوا التلفزيون. هم قالوا ان انا مش طيب، قالوا ان انا وحش. الله يخرب بيتك، فوقتني. رجعوه مطرح ما جبتوه، ما بقاش منه فايده. هنسيبه يروح ازاي؟ الضرب في الميت حرام ابو دومه. اللي زي الواد ده لو فضل بعقله يومين تبقى امه دعياله. خدوه. ما حدش يحط ايده عليا. انا الوحش. انا قتلت ونهبت وسرقت. انا الوحش. انا الوحش. انا ابن الليل وملك البراري. انا اللي نشفت ميه النيل. أنا اللي علحت الزرع الأخضر من أرض وزرع فيها حشيش. أنا اللي بزرع ومحدش بيزرع غيري. أنا اللي بقدم العيال وأجوع الخل. أنا الوحش، أنا وحش الوحوش، أنا أبو الرجال. هو دلوقتي محتاج للراحة أكتر من أي حاجة تانية، وتدي له حقنة كل 12 ساعة. عن إذنك. فينك يا طيب؟ فينك يا أبا؟ فينك يا أبا؟ فينك يا طيب؟ فينك؟ فينك؟ ان شاء الله اكون من تحت تعديل الارض. تعرف بقى توصفه لنا ولا دي كمان هتكون ما عرفهاش؟ لا، في صوره بصورتها انا وهو لسه محتفظ بيها لغايه دلوقتي. مش عارف بقى تنفع ولا ايه؟ اطلع بيها يلا. في المحفظه بما انتوا خدتوها. ده اول خيط هيوصلنا للوحش الحقيقي. الصوره تتنشر في كل الجرايد وتتوزع على الاقسام. وكمان تعملوا مكافاه كبيره للي يرشد او يبلغ باي معلومات توصلنا للقبض عليه. حاضر يا فندم. اتفضل. يعني ايه؟ زكي كان بيضحك علينا؟ أنا مش مصدق نفسي، هتجنن. يا فضحتك يا أبو شنب، بقى حتة عيل بطل زي ده يضحك عليا أنا ويخلينا نصدق إن هو الوحش وأسميها أبو رجال.
ومستني يا بني ادم. يلا بينا. عليا النعمه لو خدت فيه تعبيده ولا حتى اعدام عمري ما هكون ندمان. انت هتقعد تولول زي النسوان الليله. لازم البيت يتهد على دماغه. مش عايز اشياء في البيت ده. ترمي العيش ده كله بره، وبعد ما تخلصه تسحبهولي من رقبته عشان عايز افش ده اللي فيه قرد الرجاله. يلا خد هو فكر ايه؟ اعملوا لكم ايه النهارده؟ زكي زكي الحقنا يا زكي قوم اتصرف. زكي زكي الحقنا الحقنا يا زكي. نسيت نفسك ياد. اوعى تكون نسيت ان انا ابو شنب. ولا اكون فاكر بحقي وحقيقي انك الوحش. لا. تعال. تعال يا ننوس. تعال. قرب يا ننوس. الوحش. Thank you.
عايزين مننا ايه تاني؟ زكي خلاص انتهى، ضاع. سرقتوا منه كل حاجة حلوة كانت فيه، حولتوه لوحش. صدقيني انا مقدر ظروفك، بس لازم نعرف هو فين. هرب، هرب من الدنيا وناسها، ويا ريت نعرف هو فين. اللي باقيلي منه هدوم اللي فيها ريحه عرق، عرق زكي الطيب. خساره زكي الطيب ضاع، راح انتهى. بتدور عليا يا زكي؟ بدور عليك وعارف ان انت اللي هتلاقيني. وانت ما غبتش عن عيني ثانية واحدة من آخر مرة قابلتك فيها. اللي كان عندك آخر مرة واحد تاني، بني آدم غلبان اسمه زكي الطيب. عارف، من يوم ما شفتك قلت ان سكتك واحدة من اتنين، يا تتجنن يا تبقى وحش، وراهنت نفسي عليك. الظاهر انك خسرت الرهان. حصل، كنت مراهن انك هتتجنن. شبابي، انا جيت مصر اطلب لقمه كاش حلال، دور من الناس
واسودهم وفاري هم اللي وصلوا للجاع. دورت عليا ليه يا زكي؟ جاي اقتلك او تقتلك. ليه؟ عشان اقتل زكي الطيب اللي بقى جوايا. وليه هنا بالذات؟ ما خلوا قدامك كتير. الوحش ما تتقاس قوته الا اذا اتحبس في قفص مع وحش زيه. مش جايز اقتلك. سواء قاتل او مقتول هخلص من زكي الغلبان اللي جوايا. السلامة يا زكي يا طيب.